الشراب المري على فوز هذا المركز الثالث. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء مستمرين معكم ومع المنافسة المستمرة على أرضية ميدان التحدي، وهذا التحدي المستمر والجميل والرائع على أرضية ميدان التحدي، لنتابع سوية هذه الشعارات والأسماء المتواجدة والمنطلقة، لنشاهد الصدارة وانطلاقة الشعارات والأسماء وأول المراكز. تواجد أول المراكز من قبل العابر محمد بن ناصر البريت المري وشعاري خبير المضمرين مع انطلاقة أول المراكز. المركز الثاني تواجد النجمي على ثاني المراكز فيصل بن شفيع بن علي بن سعيد آل فهيدة، والمركز الثالث من الجانب الأيمن نتابع مغيط لراشد بن حميدي بن علي الحميدي المقارح، والمركز الرابع نتابع أيضا تواجد من قبل شعار بن عفرة وليس مدول لدينا من يتواجد على المركز. مع العابر محمد بن ناصر بن محمد البريت المري مع المقدمة والقيادة ومع السيطرة لمجريات هذا الشوط، أبناء الشحانية يرافقون هذا الشعار بالأمنيات نحو الناموس ونحو التتويج. المركز الثاني نتابع انطلاق الثاني المراكز النجمي وفيصل بن شفيع بن علي بن سعيد آل فهيدة، المركز الثالث يتواجد وينطلق على ثالث التحديات شعار فهيد بن علي العفرة المري وعلي بن فهيد العفرة المري. المركز الرابع نتابع على رابع المراكز الضرس لحمد بن علي بن محمد المري، والمركز الخامس شعار بن مانعة ينحجب الرقم عنا من انطلقت بهذه اللحظات. إذا تواجد من قبل من تحمل رقم 68 وأيضا ليست مدونة لدينا، شعار الشاعر محمد بن سالم بن مانعة ينطلق مع الأسماء المتواجدة والمنطلقة. الأسماء التي ليست مدونة نعلق عليها من واقع الشعار مع منافساتها التي أيضا استمرت على سباقاتنا المحلية. إذا نعود مجددا مع الصدارة، نعود إلى المركز الأول ومع أول المراكز ومع الانطلاق لنرى أيضا تواجد العابر مع المركز الأول، العابر مع الصدارة لمحمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري. المركز الثاني ثاني التحديات مرعوب 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 يصل مع المركز الثاني ليغير مجريات هذا الشوط. صالح بن سالم المانعة المري ينطلق شعار المنشدي والشاعر أيضا ينافس مع المراكز المتقدمة. تغيرت أمور الصدارة 800 متر متبقية على الناموس، وانطلق سوقان محمد بن سعيد بن علي الفيدة المري مع المركز الثاني أو مع المركز الأول من يحمل رقم 2. المركز الثاني يتواجد بهذه اللحظات مرعوب المركز الثاني مع شعار بن مانع. المركز الثالث يتواجد وينطلق سردال راشد بن محمد بن راشد بن علي بن قطفه لينطلق الى المركز الثالث بهذه اللحظات، او الواعي متعب بن عكاب صالح الحرب المري مع المركز الثاني ينطلق مع الاسماء. المركز الثالث الله بدات الاسماء تنطلق بهذه اللحظات، اول القادمين شاهين علي بن حمد بن عتيق البريد المري ويصل بهذه اللحظات، وينطلق الرايد عبد الهادي بن جابر راشد او عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري مع المركز الرابع. نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، ونعود مع صغان. الله يا صغان من يسوق برياض الناموس لينطلق مع هذه الصوغه الثمينه ليهدي هذا الناموس لمالكه مع الانطلاق مع التتويج مع الناموس.
الفوز. إذا نهني محمد بن سعيد بن علي الفيدة المري على هذا الفوز المستحق، وعلى أيضا حصول صوقان على المركز الأول من أهدى لمالكة أقلى صوقة وهي صوقة الناموس. المركز الثاني وصل الرايد عبد الهادي بن جابر عبد الهادي غفران المري. المركز الثالث كان الوصول من غبر سردال أو شاهين لعلي بن حمد بن عتيق البريد المري. المركز الرابع كان الوصول من غبر رابع المراكز الواعي المتعب بن دعكاب من صالح حرب المري. المركز الخامس كان الوصول من قبل السد لراشد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نذهب بحضراتكم إلى ملخص شوطنا الذي قضى قبل قليل مع انطلاقة هذا الشوط كما تشاهدون عبر شاشة قناة الريان الفضائية في ملخص شوطنا الذي قضى قبل قليل، ومع اللقطات واللمسات الجميلة التي يلتمسها لنا المخرج علي بن محمد بوشارب المري، من يلتمس للمشاهد والمتابع لمسات جميلة مقاطع مميزة ليستمتع جميع المشاهدين والمتابعين لرياضة الآباء والأجداد. نذهب إلى التوقيت الزمني والحصول صغان 4:49 64 في الزمن الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمحمد بن سعيد بن علي الفهيد المري. المركز الثاني وصل على ثاني المراكز الرايد. توقيت الزمني 4:50 96 في الزمن الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الهادي بن جابر وعبد الهادي غفران المري. وثالث المراكز وصل شاهين 4:51 92 في الزمن الثانية. التهاني والتبريكات لعلي بن حمد بن عتيق البريد المري.